بالنسبة للمناشط الثقافية والتراثية في محافظة ظفار خلال هذا العام، تنوعت بين المناشط المركزية والمناشط الداخلية. هناك نشاط مركزي وهو نشاط ملتقى الشعر الخليجي، أيضا من المناشط الداخلية طبعا الأيام الثقافية. ارتئينا خلال هذا العام أن ننتقل من ولاية صلالة إلى ولايات محافظة ظفار بمسمى الأيام الثقافية التي كان لها حضور مميز، وأيضا كان لها رواق عند المتابعين لها من خلال الحرص الدائم من قبل الأدباء والشعراء المشاركة في هذه الأيام. كانت لنا مشاركة في ولاية المزيونة، كانت لنا مشاركة في نيابة قيرن حرتي، وفي ولاية سداح، وفي ولاية بلقوت، وفي ولاية شليم. طبعا كان لنا فعالية الاحتفال باليوم التراث العالمي في ولاية شليم، وأيضا محاضرة عن أهم ومعرض توثيقي عن أهم المكتشفات الأثرية بالنسبة لسفينة فاسكو دي جاما. أيضا يوم المسرح العالمي أيضا كان هناك احتفائية في مسرح المديرية العامة مسرح أوبار، وبقية المناسبات طبعا إن شاء الله سوف نحتفي باليوم العالمي للغة العربية واليوم العالمي ليوم الثقافة العربية أيضا.
الهدف من الأيام الثقافية في هذه الولايات طبعا اكتشاف المواهب الشابة، اكتشاف طبعا إبراز اختصاصات الوزارة المديرية وهي خاصة ما يتعلق بالفنون التشكيلية. أيضا كان لنا هناك شراكة حقيقية مع مؤسسات القطاع المدني والقطاع الحكومي من خلال المعارض التي نقيمها في هذه الأيام، بالإضافة إلى بعض مناقشة بعض القضايا الفكرية والثقافية التي يهتم بها المواطن في هذه الولاية. أتوقع يعني لما نستنتج من الحضور والحرص من قبل المشاركين في هذه الأيام، أتوقع إنها الرسالة قد وصلت إلى المواطنين وإلى المؤسسات المختلفة. وأيضا يعني كما لاحظت إن الحضور حضور كبير جدا وحرص للمشاركة في هذه الأيام. بالنسبة للأيام الثقافية إن شاء الله سوف يكون هناك تقييم خلال نهاية هذا العام، هل يعني استمراريتها أو مثلا كأفكار جديدة، مثلا على سبيل المثال نتحدث عن دعم بعض المناشط اللي هي عن طريق المسابقات، سواء كان مسابقة فنون تشكيلية أو مسابقة الفنون الشعبية أو مسابقة في المسرح، وأيضا دعم الكتاب من خلال إصدار عدد من إصداراتهم الشبابية مثلا، خاصة ما يتعلق بالشعراء المبتدئين وأيضا شعراء الجيل الأول الذين لم تصدر لهم دواوين. بالنسبة للمديرية العامة للتراث والثقافة بكافة مرافقها، مثلا مسرح مكتبة النهضة ومسرح وبار وبقية القاعات الأخرى، طبعا هذه المؤسسة الثقافية هي ملك لهؤلاء المثقفين، وهي أيضا مفتوحة للجميع يعني من خلال إقامة كافة المناشط الثقافية والأدبية. ونأمل أيضا التواصل مع المثقفين، كما تعلم هناك إصدار اللي هو إصدار الكتاب المؤسسات الصغيرة والمثقفين والأدباء في المحافظة، التواصل مع هذه المؤسسة من أجل يعني خلق حراك ثقافي دائم في المحافظة. أيضا بالنسبة في هناك مناشط ثقافية كانت داخل هذه المديرية، طبعا أهم هذه المناشط طبعا كانت أمسية قبس النور التي وجهنا الدعوة لعدد من أو نخبة من شعراء منطقة الخليج العربي، وكان حضورها طبعا مميزا خلال فترة الخريف.
من أعظم سلاطين العرب قابوس جزيلات القصايد تنحني لجلها معانيها إذا للعز نجم اللامع أنت ونورها المعكوس شموس واهجة بالفخر والسلطان مضويها شموس مجاد ما تغرب وتتلو من وراها الشموس لها قرنين واكثر شارقة ما خلق مطفيها ثمار الطيب ما تجنى سوى من طيبات غروس في حي الغروس الطيبة طابت مجانيها مدامك من سلالة صانعين المجد والناموس فلا نستغرب أن قايد النهضة وبانيها سلامة
طبعا قسم الإعلام في المديرية العام القائم بدور كبير ويشرف على هذه الصفحة مباشرة، وطبعا كافة المناشط والفعاليات التي تحييها المديرية طبعا توثق من خلال صفحة المديرية، وأيضا المتابعة، وأيضا خلال وسائل التواصل الاجتماعي هي الرسائل القصيرة والواتساب أيضا، بالنسبة لإبلاغهم بأهم المحاضرات وأهم المناشط الثقافية في الولاية أو بالمديرية. بالنسبة طبعا تسعى المديرية التواصل مع خاصة مع الجانب النسائي من المفكرات ومن المثقفات. طبعا كان فعلا هناك قراءة نقدية للكاتب إشراق النهدي، ولاحظت أيضا كان هناك حضور مميز بالنسبة لهذه القراءة، ونأمل استمرارية مثل هذه القراءة سواء كانت سيدات المجتمع أو سواء مثلا من المثقفات أو من المثقفين. الآن خلال شهر 11 لدينا أيضا أوبريت ما يشبه غيرك، طبعا هذا الأوبريت نتمنى له إن شاء الله يكون من الأوبريتات التي تخلد في الذاكرة، طبعا يحكي عن الحب والولاء لقائد عمان. هذا الأوبريت الوطني الكبير طبعا هو من كلمات الشاعر الكبير أبو قيس سالم المعشني. هذا الأوبريت يجسد أربع عناصر رئيسية، طبعا الولاء والانتماء لباني عمان ومفجر طاقتها مولانا حفظه الله جل سلطان قابوس، ايضا يجسد اللحمه الوطنيه والترابط والنسيج الاجتماعي بين افراد المجتمع في ظل المتغيرات الحديثه. ايضا من خلال هذا العمل نجسد فيه حفظ الموروثات الثقافيه من خلال الفنون الشعبيه التقليديه. هذه الفنون التي يجب المحافظة عليها، ومن خلال هذا العمل سيتم المحافظة عليها وتوثيقها. أيضا هذا العمل الكبير يشارك فيه تقريبا 400 مشارك من مختلف الفرق الشعبية أو فرق الفنون الشعبية في محافظة الظفار، بالإضافة إلى جمعية المرأة العمانية و100 شخص من المواطنين الذين أبوا إلى المشاركة في هذا العمل. نتمنى لهذا العمل التوفيق إن شاء الله، الذي سوف يكون تحت رعاية أيضا معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي الموقر وزير الدولة ومحافظ ظفار.
إن شاء الله نأمل استمرارية أو هذا الحراك، يعني نأمل استمرارية خلال العام 2017، وإن شاء الله نعمل جاهدين من أجل إيصال مظلة الثقافة والفكر في كل ولاية من ولايات محافظة الظفار، ونأمل إن شاء الله التوفيق للجميع.